أساليب التعذيب التي يمارسها النظام العائلي الحاكم في البحرين فاقت الحدود والتصورات، وخاصة أساليب التعذيب النفسي التي يتبعها النظام ضد الناشطين والمعارضين السياسيين. كانت آخر تلك الممارسات هي تلك التي تزامنت مع قرار أصدرته محكمة خليفية ويقضي بالإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب المحتجز بعيدا عن عائلته منذ شهر يونيو الماضي. ولكن الأكيد أن النضال سوف يستمر من أجل حقوق الإنسان والكفاح من أجل العدالة في هذه البلاد. وقف كل الانتهاكات والتعذيب والجرائم سوف يستمر حتى أن تتوقف. قرار جاء بعد صدور العديد من النداءات الدولية المطالبة بالإفراج عنه وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه، وكان أبرزها النداء الذي أصدره مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة. In Bahrain, I am concerned by harassment and arrests of human rights defenders and political activists and legislation which enables revocation of citizenship without due process. لكن السلطة تجيد لعبة التلاعب بمشاعر المعتقلين وعوائلهم، إذ لم تكد تمضي سوى سويعات معدودة على قرار إطلاق سراحه، إلا ودعت النيابة بأنه سيمكث في المعتقل على ذمة التحقيق في اتهامات أخرى. أنتم مخالفين بتقتل الناس وبسجن الناس وبتعذيب الناس وبالغارة على بيوت الناس وبسرقة بيوت الناس، أنتم غلطانين. اتهامات متشابهة تتعلق بحقه في حرية التعبير عن رأيه ولفضحه لممارسات التعذيب الجارية في السجون الخليفية ولانتقاده للحرب الهمجية التي تشنها السعودية على اليمن منذ قرابة العامين. ما كان لهذا النظام أن يجرؤ على تحدي المجتمع الدولي وعلى الاستمرار في ممارساته القمعية لولا الدعم الذي يلقاه من لدن القوى الكبرى، وخاصة بريطانيا وأمريكا، اللتان فتح أبواب البحرين أمام قواتهما العسكرية لحماية العرش الخليفي المهترئ. وعلى حساب حقوق شعب يئن أبناؤه تحت وطأة الحصار والتهميش أو التعذيب داخل السجون أو التغرب في المنافي، لكنه لا يزال صامدا في الساحات لا يرضى بغير رمي العائلة الخليفية في مزبلة التاريخ.